أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت سيكو توقيع اتفاقية لبدء إتاحة خدمة مرابحة الصكوك لعملائها عبر المنصة التي تقدمها بورصة البحرين بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وذلك لتوفير السيولة والاقتراض عن طريق عملة مرابحة الصكوك. وتأتي هذه الخدمة الجديدة إضافة نوعية إلى قائمة خدمات التمويل عن طريق المرابحة التي توفرها سيكو لعملائها، والتي تشمل التمويل عن طريق مرابحة السلع بالشراكة مع وسطاء للسلع محليين ودوليين، ومن شأنها زيادة الطلب على إصدار الصكوك وتوفير الدعم لخدمات التمويل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وزيادة حجم تداول الصكوك في بورصة البحرين. شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بعضو مجلس الإدارة سونيا جناحي في الندوة الافتراضية التي عقدت عن بعد حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد كورونا، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتطرقت سونيا جناحي خلال الندوة إلى الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، منوهة إلى حزم الدعم والإعفاءات من الرسوم التي قدمتها حكومة البحرين للمواطنين والقطاع الخاص، كما استعرضت المبادرات التي قدمتها غرفة البحرين خلال هذه الجائحة. وأشارت جناحي إلى الإقبال على الفعاليات والأسواق الافتراضية والتوجه للتجارة الرقمية. رحبت غرفة التجارة الأمريكية في البحرين بإعلان وزارة خارجية سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة حول التوصل إلى اتفاق بين كل من الحكومتين بتمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البلدين الصديقين من 5 إلى 10 سنوات. وقال قيس حاتم الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين إن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية سيساهم في تسهيل التواصل بين مواطني البلدين واستفادة شريحة أكبر من المؤسسات والشركات من جميع القطاعات الاقتصادية من خلال دعم والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين المملكة والولايات المتحدة، وتمكينهم من السفر لاستكشاف المزيد من الفرص التجارية الواعدة وإقامة مشاريع جديدة. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: انخفاض الطلب على العملة المعدنية في أمريكا بسبب كورونا. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين. أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1283 نقطة بانخفاض بنسبة 64%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5,574,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 551,000 دينار تم تنفيذها من خلال 68 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخليجية، كما نشاهد على الشاشة، أغلقت معظمها في المنطقة الخضراء، وأقفلت السوق المالية السعودية على ارتفاع بنسبة 57%، لتكون الرابح الأكبر لنهاية تداولات هذا اليوم.
أعلن قسم الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي المتحد عقده شراكة جديدة مع فوربس فاميلي تيرست التي تعتبر أحد أبرز مكاتب الاستثمار العائلية المتعددة في نيويورك، وتتخصص في تقديم خدمات إدارة الاستثمارات لمساعدة العملاء في الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها. وتستضيف فوربس فاميلي تيرست الكثير من القيمة خلال علاقاتها الواسعة مع العديد من شركات إدارة الأصول، كما ستسهم من خلال خبراتها في مساعدة قسم الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي المتحد في مجال اختيار الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة لعملاء البنك الأهلي المتحد. بادر بنك البحرين الوطني بتطوير نموذج التدريب الداخلي الذي تم تصميمه لتعزيز مهارات كل من موظفي بنك البحرين الوطني ومنتسبي بنك البحرين الإسلامي. ويعتمد نظام التدريب الداخلي الجديد على نهج عصري ومطور ليمنح الموظفين فرصة المشاركة في دورات تدريبية حول مجموعة متنوعة من المواضيع تتناول مستجدات القطاع المصرفي وأفضل الممارسات، ويوفر أيضا فرصا تدريبية مختصة حول الإدارة والقيادة وأخرى حول المهارات التشخيصية ومهارات الشخصية ومهارات التواصل. أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر مع الشركاء EDF وتشينكو باور بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات من الكهرباء في منطقة الظفرة على بعد 35 كيلومترا من أبوظبي. وقامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية المساهمين. ونجح هذا المشروع الذي خضع لعملية تقييم شرائية وفقا لمعايير دقيقة بتسجيل تعرفة من بين الأكثر تنافسية في العالم في مجال كلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية فتح باب الحجوزات إلى 7 وجهات إقليمية وعالمية اعتبارا من مطلع شهر أغسطس المقبل. وقالت الشركة إن الوجهات هي دبي ولندن وجنيف وبيروت والقاهرة والبحرين وإسطنبول وبودروم وطرابزون. وبدأت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي استعداداتها لإعادة التشغيل التدريجي للمطار وفقا لقرار مجلس الوزراء. وستكون الطاقة التشغيلية للرحلات التجارية في مطار الكويت في المرحلة الأولى بنسبة 30%. وقعت العملات المعدنية في الولايات المتحدة الأمريكية ضحية غير متوقعة لجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي دفعت المحلات والمراكز التجارية إلى قبول الدفع الإلكتروني عوضا عن النقدي أو دفع القيمة المحددة بالضبط للمنتجات. وقالت دارسك العملة الأمريكية يو إس مينت في بيان إن جائحة كورونا أدت لانخفاض الطلب على القطع النقدية المتداولة، وعلى الرغم من زيادة العمل في شركات صك العملات المعدنية في شهر يونيو لتلبية الطلب المتزايد على العملة النقدية المعدنية، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد أثر على سلوك الأمريكيين في الدفع.